السلام عليكم. اليوم محاضرة مهمة بعنوان كيفية اختيار الشخصية الشريكة. المحاضرة هذه راح تسلط الضوء على جوانب جدا مهمة وجدا صعبة يواجهها الناس بصورة عامة في اختيار شريك في الحياة، سواء هذا الشريك كان شريك في الزواج أو شريك في العمل أو شريك في الرفقة الطويلة التي تقتضي أن يكون هذا الشريك متوالم مع طبيعة شخصيتك حتى توصل إلى أهدافك بأقل الخسائر أو بمتعة مع هذا الشريك. قبل ما نبدي راح نتذكر اليوم أنه في قضية ميكانيكية السيطرة على الذات اللي تكلمنا عليها في محاضرات سابقة ومتكررة، ذكرنا بأنه الدماغ يتقسم إلى جزئين وظيفيين. الجزء الخلفي هو جزء المعلومات، بمعنى أنه الجزء الذي تتخزن فيه المعلومات من خلال التجارب السابقة والتعلم والدراسة، والجزء الأمامي هو الجزء الذي يفعل تلك المعلومات في الواقع أو ما يسمى بالdoing part، اللي هو يعني الجزء الذي ينفذ تلك الأعمال أو تلك الأفكار اللي موجودة في الجزء الخلفي. الجزئين هذني اللي هن طبعا تشريحيا يقسمون إلى ثلثين خلفيين وثلث أمامي، فالثلثين هو الجزء المعلوماتي والثلث هو الجزء الفعل أو doing part أو الجزء المنفذ. طبعا بيناتهم ترابط بين الجزء الأمامي حتى يستطيع أنه يسترجع تلك المعلومات من الجزء الخلفي. هناك ألياف عصبية مع مراكز خلفية يستطيع من خلالها الجزء الأمامي أن يسترجع المعلومات من مراكز الخزن اللي موجودة بالجزء الخلفي حتى ينفذ ما يريد أن يفعله في الواقع لمصلحة الإنسان وفق محور الزمن. اليوم نريد نركز على قضية هذا الفرق النوعي بين الجزء الأمامي والجزء الخلفي، فراح نتكلم اليوم على يعني رسم تخطيطي يمثل تقريبا، احنا قسمناهم نصفا هنا نصفين للضرورة حتى نستطيع الكتابة، لكن الواقع هو ثلثين بثلث. المهم هذا هو الجزء الخلفي، كتبنا فيه هناك صفات موجودة في الإنسان اللي هي مثلا الذاكرة القديمة موجودة بالجزء الخلفي، مثلا الموروث من حيث الأخلاق، يعني واحد كريم، واحد بخيل، واحد مثلا يحب الخير، واحد نحيس، موجودة هذه الصفات في تركيبة الفصل الخلفي. مثلا الذكاء التحليلي كنا نعرفه اللي هو الذكاء التحليلي المنطقي المربوط بعلم الرياضيات في العموم أو العلوم التجريبية بصورة عامة، اللي يمثل الذكاء الدراسي عادة عندما يكون هذا عالي طبعا يساعد على الحصول على درجات دراسية عالية. هناك أيضا ذكاء اللغات مثلا، يعني مراكز اللغة موجودة في الجزء الخلفي طبعا بتعاون مع الجزء الأمامي، لكن في الغالب هناك عوائل معروفة لغوياً متفوهة عندها قدرة على المحاكاة، على قدرة على الوصف، فهذا جزء من نوع من أنواع الذكاء ويكون في الغالب موجود في الجزء الأكبر في الجزء الخلفي. هناك أيضاً مثلاً ذكاء المشاعر، قدرة على تحليل الأشخاص، قدرة على النظر للداخل في عمق الإنسان اللي بالتالي يعطي نوع من القدرة والثقة بالذات لين يعرف قيمته ويعرف تفاصيل قيمته. هناك أيضا قدرة على حركة الجسد، هو جزء من الذكاء، يعتبر بعض العلماء أنه ذكاء الجسد اللي يسيطر على الجسد، مثلا ذكاء الرياضي أو ذكاء الحركات البهلوانية. مجموعة من الصفات تأتي في الجزء الخلفي تعطيك طبيعتك ووصفك لذاتك وأنت تتكلم عن ذاتك، فبالتالي عندما تقول أنا جيد، أنا ذكي، أنا أفهم، تتكلم عن جزءك الخلفي لأن هذن كلهن واضحات إليك وتراهن. لكن من تجي تنفذ المعلومة اللي عندك إياها بالجزء الخلفي في الواقع راح تبدي تستخدم الفص الأمامي، فبالتالي عندما تضع هذه المعلومات في الواقع أدائك في الواقع راح يكون متأثر بقدراتك بالفص الأمامي، وبالتالي الناس اللي راح يشوفون شخصيتك راح يشوفوها من خلال تصرفاتك، من خلال قدرة فصك الأمامي على تحويل هذه المعلومات إلى فعل حقيقي نافع بطريقة سلسة واصل للأهداف، وبالتالي راح يشوفون نجاحاتك، راح يشوفون قبولك الاجتماعي من خلال قدرات فصك الأمامي اللي احنا تكلمنا عليها بتكرار وراح نمر عليها الآن واحدة واحدة ونفسرها. فمثلا
خلينا نقول واحدة من قدرات الفص الأمامي عندما تتصرف أنه يخليك واعي لنفسك أثناء التصرف، بمعنى عندما تتصرف تنتبه على ماذا تقول، تنتبه على وجه المقابل، هل هو قابل لك، رافض لك. عندما تتصرف لازم يكون صوتك مقبول، مو عابر للحدود، مو فضولي، مو متدخل بشؤون الآخر. شعورك وأنت تتصرف على أن تبقى ذواق في طريقة تصرفك مع الآخر يخليك مقبول أكثر اجتماعيا. عندما يكون الشخص أقل من غيره في قضية وعي الذات عندما يتصرف، وهذه قضية ملكة عصبية ليست لها علاقة بقدراتك، يعني عندما تتكلم وتتصرف يصير عندك ضغط على فصك الأمامي، فإذا كان فصك الأمامي بالناحية الخلقية ضعيف راح تنسى نفسك وأنت تتصرف، فتتصرف على ما تريد دون أن تنتبه على الآخرين. فما يحصل عندك هنا راح تطلع عندك تصرفات بالنسبة للآخر ما يشوفها لائقة. زين، رجعنا الجزء الثاني اللي أنت تحتاجه في خلال من خلال فصك الأمامي هي قدرتك على تذكر المهام. الذاكرة الحية اللي ذكرناها هي موجودة في الفص الأمامي، فمن موجودة بالفص الأمامي راح تخليك وأنت تتصرف تتذكر مهامك اللي مطلوب من عندك أن تسويها. فإذا كنت أنت من النوع اللي ما قادر أن تتذكر مهامك بسبب ضعف ذاكرتك الحية اللي هي جزء من الفص الأمامي، راح تصير أنت مثلاً دائماً ناسي، فراح تتعب الآخرين المحيطين بك سواء كانوا زوجة أو في العمل أو في الإنتاج. فنسيانك المتكرر لمهامك اليومية المطلوبة والمناطة لك في بعض مرات في الدراسة راح يسبب لك فشل في علاقاتك مع الناس الاجتماعيين، يوصوك وتنسى في عملك، عندك مهام لازم تسويها بوتيرة واحدة بعد الأخرى تنسى. فإذا فقدانك للذاكرة الحية أو جزئي أو بطريقة شديدة راح يضعف قدراتك في التنفيذ، فالناس ما راح تفهم هذا على أنه ضعف الذاكرة الحية، راح تفهمه هذا قلة اهتمام بيها، وبالتالي راح يصير انزعاج من الآخرين لأنه دا يشوفوك أنه أنت مثلا ما مهتم الما يطلبون هم. بالنسبة مثلا قدرتك على التخطيط هي واحدة من مهام فصك الأمامي، قدرتك على التخطيط هي رئيسية في أنه تكون أنت ناجح في الحياة. فعندما تضعف قدراتك التخطيطية سوف لا يتم إسناد إليك مهام في عملك أو في بيتك، وبالتالي تضعف شخصيتك، وبهالطريقة راح تفهم بأنه الناس ما تحترمك، بينما واقع الأمر قد جربوا بأنك أنت لا تملك قدرة على التخطيط، فراح تتهمهم بأنهم هم ما مقيمك تقييم اللي أنت تحبه، لأن أنت تعرف أنه عندك ذكاء تحليلي جيد، بس هذا الذكاء مدى تقدر تخليه بالواقع، فراح يصير بينك وبينهم مخالفة. هم يروك بأنك ضعيف في التخطيط وأنت ترى نفسك ذكي ممتاز وعندك أدلة، وهم هم عندهم أدلة، فراح يسبب عندنا صراعات. كل واحد يتكلم عن جزء من الحقيقة وهو صحيح، ولكن إذا فهمنا الأسباب راح ندرك وين دا نحكي. كل واحد قاعد يحكي في منطقة مختلفة عن ما يقصد الآخر. عندك السيطرة على المشاعر، يعني إذا جت امرأة جدا حساسة وأرادت أن تقترن بشخص ما مقادر على أن يسيطر على مشاعره، يعني مجرد أن يسمع كلمة ينفعل ويفقد الانتباه على ذاته ويبدأ يتكلم كلام دون أن يعي لقساوة هذا الكلام، دون أن يستطيع أن يجعل مشاعره مقبولة، دون أن يتذكر أنه هذه اللي هي زوجة أو أخت أو خطيبة أو أم، يعني ما راح يحرق كل احتمالات العلاقة الطيبة بسرعة، وبالتالي تحصل هنا الطلاقات، تحصل هنا المشاكل بين الأزواج، تحصل هنا الخلافات بين الشركاء، يحصل هنا نهاية أعمال ناس مبدعين لكنهم ما قادرين على أن يضبطون مشاعرهم. حنتكلم عن الحلول لاحقا، بس نستمر في القضية. إذا واحد إحساسه في الزمن ضعيف، احنا كنا نتذكر أن واحدة من صفات السيطرة على الذات أنه وأنت تعمل تتذكر عامل الزمن فتنظم نفسك وفق جدول زمني. شعورك بالزمن هذا واحدة من مهارات فصك الأمامي، من خلال اتصاله بالمخيخ يجدول أعمالك ويخليك تشعر بأنه الشغلة اللي تحتاج ساعة نعطيها ساعة، واللي إلها يوم إلها يوم، واللي إلها شهر إلها شهر.
زين اذا انه فصك الامامي باتصاله بالمخيخ ما قادر ان يعطيك شعور قوي في الزمن، اصبح شعورك في الزمن مقصور على اقل بكثير من اقرانك، فانكبست جميع مهامك في هذه الزاويه واصبحت فوضى، بالاضافه انه انت ما راح تشوف خارج هذا الزمن اللي انت تشعر فيه. فعندما يتكلم شخص ما عن شغله بعد شهرين وانت قدرتك على انه تذكرك للزمن وتنظيمك للزمن اسبوع، هو يتكلم عن شغله خارج قدرتك ان تشوفها، وانت تحكي عن شغله من الاسبوع تقول له بعد وقت، ويقول لك شلون بعد وقت، مو احنا لازم ناخذ استعداد، انت اصلا ما تشوف الشهرين، تشوف ابو الاسبوع بس، الا يقترب الزمن عندك وتصير هاي من الشغله من الشهرين تقترب عليك، تصير ضمن الاسبوع يلا تبدي تهتم بها. هذا الفارق بين الناس يجعل بيناتنا اختلاف بالاولويات، اكو واحد من قبل اشهر هو مستعد وحاط ومرتب، واكو شخص الا تصير بليله الامتحان يلا يبدي يدرس. هاي الفرق بين الناس مهم جدا حتى نقدر احنا نعرف هل اقران راح يقدرون يتوالمون بهذه الطباع الكبيره؟ طبعا احنا من الصعب جدا ان نجد ناس يتوالمون في كل التفاصيل، لكن اذا عرفنا مسبقا بانه هذا الشخص فيه هذا العيب او هاي البنت فيها هذا العيب او هذا الشريك فيه هذا العيب، راح نبدي نتوقع المشاكل ونحصرها ونعطيها قيمه، وبالتالي حتى لو دخلنا بشراكه راح نعرف بانه راح يكون عندنا ضعف هنا، وان استراتيجيات لحل هذا الضعف بدل ان نواجهه بانه هو طلع مفاجئ وانه طلع هيجي وطلع ثاري فوضوي وطلع ثاري من يصير يعصب يشمعني كوم حكي وطلع، هذه اللي هي تحولت الى كانما اكتشفناها جديدا دون انه نركز على حلولها. مثلا القدرة الأخرى على التحفيز الذات، يعني ناس مثلا ممكن أنه توقع 10 مرات وبعدين تقوم وتتحفز وتروح لها هدفها، مصر عنده قدرة على أنه يحول تلك المآسي تلك الإحباطات إلى مشاريع جديدة. زين إذا واحد هو عنده كل الأسباب اللي تخليه ينجح وهو ما قادر أن يحفز ذاته حتى يمشي لخطوتين للهدف، انت اذا انت قدرتك من النوع الاول وهو قدراته من النوع الثاني، كيف يصير التوالم؟ يعني هذا راح ياخرك جدا، وانت راح تشعر بالالم بانه كل جهودك الجباره راح يجي شريك يعني ابدا ما يهتم لها. هاي جزئيه شوف خاليها بالاخير، لكنها مهمه في قضيه التوافق اللي هي تريد واحد يعجلك يقربك يوصلك لنجاحاتك يوديك للابداع. فأخوان نتكلم عن هذه الصفات الأمامية اللي غالبا ما تغيب عن تقييم شخصيات الناس. الآن نرجع إلى قضية الشراكة، القضية المهمة، قضية أنا أريد أن أختار شريك لي سواء بالزواج أو في قضية شراكة عمل طويلة أو في صحبة طويلة أو أقرب ناس أقول هذول أنا أعيش وياهم لأن أقدر أتفاهم وياهم. نريد مثلا صرنا في اختبار ويجب أنه نختار انه هل هذا الشخص راح نختاره ام لا. فاني الاساس في الفكره انه نجي نقيم هذني الصفات الاماميه بعد ما اخذنا فكره عن الصفات الخلفيه اللي هي في الغالب تكون يمكن قراءتها ويمكن توقعها، يعني عرفنا هذا الشخص شهادته هي شيء فهو ذكاء، اذا مثلا خلينا نقول متوسط بالاي كيو، مثلا قدرنا انه نشوفه هو لغويا مقنع ومقبول، طبعا قدرنا ان نشوف انه هو ايضا عنده ذكاء مثلا في بعض الهوايات، عندنا يعني عنده ادله على نجاح اخر، شفنا هذه واقتنعنا فيها وقلنا مثلا اذا نحكي على الزواج خلينا نقول انه الشكل العام مقبول، العائله اصول ومرتبه، بس انا ما دريت يعني التجربه اللي راح ادخل فيها راح تفشلها الصفات الاماميه وليس الصفات الخلفيه، راح تفشلها التنفيذ. المشكله هذا الشخص اللي عنده صفات ممتازة بالخلف إذا أعطيته ظروف طبيعية مثالية راح ينجح، لأنه ما يحتاج يسوي تحويرات، راح يستخدم المعلومة بسهولة بسلاسة. مشكلتنا وتحدينا عندما يوضع هذا الشخص في تحديات، هذا الشخص اللي ما عنده قدرة على السيطرة على مشاعره عندما تخليه في مكان أنه يكون في أزمة شو راح يتصرف؟ هذا الشخص اللي ما عنده قدرة على تحفيز ذاته هو قادر أن يمشي أموره موظف دولة وماشي الأمور هناك، وين
وطلعوه من الدولة، راح يستطيع أن يقوم مرة ثانية ويصير يشتغل بالقطاع الخاص، يفتح له شغلة إليه، راح يستطيع أنه يجيب رزقه بطريقة أخرى. هاي المهمة. مثلا واحد مثلا ماشي أموره لأنه عايش ويا أهله وقادر أن يسوي في الترتيب معين، منه ينفصل، يستطيع أن يكون معتمد على نفسه. هذني كلهن تحديات يحتاج لهن تغيير في الآلية اللي أنت وارثها سابقا من خلال تغييرات أنت تسويها، اللي هي من خلال قدراتك الذهنية اللي أنت موجودة في منظومة تنظيم ذاتك. هذا الاستخدام لآلية تنظيم الذات في تقييم الناس اليوم مهم جدا في قضية معرفة من أرافق ومن أصادق ومن أعاشر ومن أشتغل معه ومن أشاركه. هذه لذلك غالبا ما يقال هل سافرت معه، بمعنى السفر، بمعنى هل عرفت لأزمة، هل تعاملت معه بالدرهم والدينار، بمعنى هل وضعت تحت اختبار الملذات، هل قادر هو أنه يحافظ على علاقته بيك رغم وجود محفزات قوية، هناك مال يسحبه، هناك غرائز تسحبه بالنسبة للزيجات، هل هذا الرجل اللي أنت اقترنت به هل قادر على أن يحافظ على هذا قدسية هذا الزواج بوجود الملذات والنساء حوله، هل قادر على أن يحافظ على العائلة اللي راح يسوي منها أرواح بحيث يكون أب عليها راعي رغم وجود تلك التحديات في الحياة. فهذه مهمة جدا إخوان، نحن جميعا بحاجة إلى تقوية قدراتنا في تشخيص الآخر، لأنه مع الأسف المشاريع كثير منها قاعد يفشل، مشاريع الزواجات ومشاريع العمل ومشاريع الشراكات، لأنه هذا الاقتران يبنى على أسس علمية. إنه شلون نقدر نشوف هذا القرين يوالم أم ما يوالم؟ نعمل جدول. جدول أنا بالنسبة لي عندي جدول على الصفات الخاصة بي، أنا مقيم ذكائي، قدراتي الكلامية، على قدراتي على استقراء الآخرين، مقيمها أنا مثلا، وأنا قيمت الآخر أيضا من خلال الجلسات القصيرة أو من خلال الأصدقاء الوصفوا أو من خلال الرؤية البسيطة، أخذت فكرة. هذه الفكرة طبعا إيش قد ما تجيب داتا ومعلومات بسهولة تقدر توصل لها، تنحل عندك، يعني مجرد معلومات يمكن تقدر تحلها. طبعا المعلومات كل ما تكثر كل ما أفضل، استقرار العائلي مثلا، علاقته مع الأصدقاء، باني علاقات له، هو يعيش بفردية كذا، هاي أمور حملنا. نرجع نعمل جدول ونشوف هذني بعض الأحيان يصعب عليك أنت تعرف الإنسان إذا ما دخل التجارب، فأنا شلون أستطيع أنه أعرفه عصبي لو لا إذا ما أنا عاشرة مثلا، شلون راح أستطيع أشوفه يحل المشكلة لو لا إذا ما إحنا نواجه المشاكل. هنا نحاول جهد أمكاننا أنه مثلا ننتبه على طريقة كلامه، إذا كان عندما يتكلم هل هو يعي لما يتكلم، هل يتكلم كلام خارج الذوق العام في تلك الجلسة، لأنه في الغالب الإنسان اللي يعبر الحدود في الجلسة معناها هو في الأزمة يعبرها أكثر. فهل هو يصعد انفعالي بكلامه وأنا أتكلم وياه بطريقة بحيث توصل إلى بالنسبة لي أشوفها غريبة أو غير مقبولة؟ فإذا أستطيع من خلال الجلسات المتكررة القصيرة أن أنتبه على وعي لذاته وهو يتصرف. فإذا كان هو وعي لذاته مقبول إلي، فبالتالي راح أقول إذا الوعي الذاتي عنده جيد. بالنسبة للسيطرة على المشاعر المفروض أن يستفز قليلا، فإذا استفز قليلا مرتين أو ثلاثة بطريقة ذكية دون أن تقع مشاكل، ممكن أن نعرف انفعالاته، ولو هي بالحقيقة الانفعال ربما يتأخر خاصة في بداية العلاقة لأنه تغطي عليه مشاعر محبة وود، ولكن ممكن أنه من خلال تجارب استفزازية بسيطة معرفة المشاعر يعني كيف تصير. بالنسبة للإحساس في الزمن نركز مثلا على الشخص على تنظيمه مثلا في المشاوير اللي يسويها، هو قادر على أن يسوي الأشياء اللي يوفي بوعوده، يعني من يجي يعني مثلا تقول له مثلا تريد تصير خطبة مثلا، متى موعد الخطبة؟ يوم السبت بفلان ساعة، يعني هو إذا ما قادر على أن يفي بمواعيده ومرة ومرتين، بمعنى إحساسه بالزمن دي يصير عنده فيه ضعف،
هاي مهمة جدا. زين، مثلا من خلال تجاربه السابقة أشوف أنه هل يستطيع هو أن يحفز ذاته، هل هو تعرض لمشاكل وعبرها. فهذا التحليل مهم جدا في قضية معرفتنا لقدراتك في الفص الأمامي، حتى نقدر نشوف هذا الشخص هل هو قادر على أنه يكون رفيق دائم، حتى عندما تتغير الظروف يستطيع أنه يأخذ بتلك العلاقة إلى بر الأمان. الشخص اللي أنت قيمته بأنه قدراته العقلية ممتازة وشفته بأنه قادر على تنفيذ ما يعلم بالواقع بطريقة مقبولة، بحيث أنه واعي لمواعيده، مسيطر على مشاعره، عنده قدرة على تخطيط للمستقبل، ينتبه عليك، يحس بيك، يشعر بيك، يقدرك بالكلام، يستطيع أن يصف لحظات الحوار بطريقة واعية ومدركة، وإذا حدث متغيرات استطاع أنه من خلال قدراته أنه يناور بتلك خاصة في البدايات في العلاقات. مثلا تأخرت عليه هو يعني وجد لك العذر، مثلا طلبت منه شيء استقتل حتى يجيبه. طبعا هذه في الغالب قد تكون دلائل مشاعر أولية، ولكن يعني بالجمعة مع مجمل الأشياء راح توصل إلى أنه قدراته بالتنفيذ جيدة. أكيد الخبرة والزمن راح يسقل تلك التجارب ويخليها أكثر قدرة، لأنه ربما مع الزمن راح تكتشف هذه القدرات اللي قيمتها في فترة أيام أو أسابيع لم تكن بالضبط، ولكن على أقل تقدير تعطيك فكرة أساسية، لأنه الحقيقة واحدة من أسباب تهديد العلاقات هي عدم القدرة على التحاور. فالحوار اللي هو مهدد للعلاقات إذا ما يصير راح تكون العلاقة هشة. الحوار يقتضي تفاهم، التفاهم يقتضي اتفاق على أساسيات اللي هو بين قوسين تشابه في نسب صفات التنفيذ. أنا أشبهك، أنا والله فوضوي، وأنت فوضوي، نعيش سوا ما يضرنا، لكن أنا منظم وأنت فوضوي، أني أموت أتدمر. زين، أني شعوري بالزمن يعني كل شيء أريد بمكانه، طبيعتي هاي مثلا في التنظيم، وأنت فوضوي شلون أعيش وياك. مثلا أنا أحب الهدوء والسكينة وأنت صوتك عالي وبكل ما تحكي أنت ترزل، يعني ما أقدر أعيش وياك. هذه أساسية، شوف الأساسيات خلينا نشيلها. طبعا إحنا ما رح نجد رفيق أو صديق أو شريك مثالي، إنما كل شخص مختلف، لكنه نريد نحصرها في المساحة المقبولة لتخلينا نستطيع أن نبني على هذه التشابهات حتى نستطيع أن نتقدم. يعني أنا أريد على أقل تقدير قرين مو يعاكسني بالصفات بحيث أنا أطلع لي قدام ويرجع لي وراء. ما هذه المشكلة هنا، يعني أنا شلون ممكن واحد أبطأ مني، أنا أجره ما يخالف، بس واحد يمشي عكسي هذه غير ممكنة. فإن شاء الله تكونوا قد استفادتوا من هذه الحلقة، وأكيد راح نتواصل وياكم في حلقات جديدة. شكراً.